وهم لانهم ما يعرفونيش كويس. كان شركة فوكس. شركة فوكس. ايه الفرق بين شغلك مع شركة فوكس وبين شغلك مع عم احمد السبكي؟ عم احمد السبكي على فوق راسنا طبعا يعني على فكره. ومن لا انا ليه قلت عم احمد السبكي؟ علشان هو من اكتر الناس اللي بتنتج سينما في مصر والناس اللي شالت السينما في وقت كان صعب. بالظبط. وانت عملتي معاه فيلم ناجح جدا. آه. واحد صحيح. اه يعني من الافلام المهمه اللي اعتقد انك بتحبيها. يعني خلينا ننتهز دي ونبعت له تحيه كبيره لانه الراجل ده في وقت شال الناس كلها الصناعة. كانت خايفه تحط مليم في السينما. هو صح. كان بينتج وهو عمل افلام. صح. من جيبه ما كانش مستني سلف توزيع. صح. فيعني الراجل ده بجد انا حييه بشكل انا مش بسال السؤال من باب التقليد بس هو بس انا طبعا في فرق بين مصر ومن هناك. بص عايز تعرف بمنتهى الامانه الفرق الكبير قوي بيننا وبينهم فين؟ حاجتين، ما بيخافوش خيالهم يشطح. صح. عندهم سقف للخيال. خيال يعني خيال. اي افتراضيه نمشي معاها. يعني افتراضيه ونمشي وراها. تاني حاجه التنظيم. يعني انا هناك انبهرت اول يوم تصوير بعتولي قبلها ايميلين، ايميل فيه الاوردر بتاع الحلقه اللي هي بتتصور في 12 يوم لان بيتخللها 2 ويكند والويكند يعني ويكند. انت بني ادم ومن حقك يبقى عندك طبعا 1 داي ولا 2 دايز. 2 دايز سبت وحد اصلا. احنا عندنا اجازتك الويكند عادي بتاعك. بلا شغل انت هنا بتشتغل في شغل الجمعه عيد الفطر على فكره. يعني رمضان خلص طيب من بقى لا عيد الفطر احنا عندنا شغل. اوردر عادي الشغل شغل والاجازه عادي. ياخدوا حق. فاوردر في جدول ال 12 يوم تصوير بما في ايام فانت عارف مبدئيا الايام اللي عندك شغل فيها من الايام اللي ما عندكش شغل فيها فتقدر تخطط لحياتك بحيث ان انت بني ادم. والاوردر الثاني اوردر بكره بالتفصيل هتعملوا ايه وامتى. فانت عارف انت دورك الساعه كام. معلش انا اسف مفيش حاجه بتترحل بقى زي عندنا كده اللي هو النهارده ما عملناش ده ف مش قادر. في جدول بكره. في جدول تاني اوردر تاني لو حصلت اي حاجه ضربت لنا الاوردر ده هنعمل كذا. فانت يعني عارف بي. لو انت ستاند باي اصلا. طيب اكتر من كده بقى جاي لي البريك داون بتاع الاوردر 6:55 العربية تحت الاوتيل 7:18 دقيقة. ايه 18:55 ايه كده بالمنت. انا عندنا يعني بالويم يعني 6:07 كده يعني بيجي مصرية يا بيه نازلة على سلم الاوتيل 7 الصبح وانا مفيش زيي ست مصرية. 15 تليفون انت فين؟ العربية واقفة مستنياك. ايه يا جماعة انا في الميعاد. لا انت متأخرة 5 دقايق. 5 دقايق ما شاء الله. احنا الفرق الكبير التنظيم والالتزام. التنظيم انا عارفه انا الساعه كام في العربيه، عارفه الساعه كام في اللوكيشن، عارفه الساعه كام مع الماكياره، عارفه الساعه كام مع الكوافيره، عارفه الساعه كام بلبس، عارفه الساعه كام بعمل بروفا، عارفه الساعه كام انا واقفه قدام الكاميرا رولينج. طب انت دخولك في الشخصيه وفي الدور في المسلسل ده كان شبه شغلك في مصر؟ يعني اعتقد انك هناك بتعملي شخصيه ليها ابعاد او ليها بيئه محيطه غير اللي انت متعود عليها. بص لا هو هناك المسلسل كان عن دوله خياليه في المنطقه بتاعتنا. حلو. وهي كان فيها اسقاطات على العراق الحقيقه. تمام. بشخصيات كويسه وشخصيات مش كويسه. وده اللي ده من الحاجات اللي عجبتني ان هم تمثلتي بالانجليش. بالانجليزي. بس ان هم مش مطلعين كل الناس وحشين. في كويس وحش. لا طبيعي يعني. ما فيش جنه يعني وما فيش هم واخدين موقف شويه حيادي ومش مطلعين نفسهم انا المنقذ الامريكي الكويس في اطار المسلسل ده. كانوا واقعيين. بالعكس في شخصيات برضو كويسه وشخصيات مش كويسه. العرب المسلمين مش مطلعينهم كلهم ارهابيين ووحشين زي ما دايما. في ناس كويسه وفي ناس معتدله وفي كذا وفي كذا. هناك المسلسلات بتاعتهم بتتكتب بطريقه مختلفه شويه عننا لان الحلقه بتاخد 12 يوم تصوير فمجموعه الكتابه عندها وقت
في ال 12 يوم دول يكتبوا الاحداث بتاعه الحلقه اللي بعدها. هو كل حاجه متخططه. يعني انا من شهر 12 عارفه ان انا هسافر في شهر 3 ودوري هيظهر في الحلقه كذا وكذا وكذا وكذا. عارفه كل حاجه من الاول. ما بتتفاجئيش. مش عارفه تفاصيل الدور، مش عارفه تفاصيل الاحداث. ليه؟ لان مثلا في حاله زي حالتي هما ما يعرفونيش، ما يعرفوش شغلي. ففي اول حلقه الدور كان 3 مشاهد. فلقوني عملتهم كويس، فالحلقه اللي وراها بقى 5-6 مشاهد. تمام. لحد ما وصلنا الحلقه ماستر سين انا اللي شايلاه. هم بيكتبوا على الهوا. بتعلى. شفنا منها شغل كويس فنوسع شويه، ندي سن اكتر لحد ما وصلنا لاوبا